بتوجيه من الرئيس الأسد العماد أيوب رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد قواتنا العاملة في ريف حما الشمالي. سلاح الجو يستهدف تحركات داعش والنصرة بريفي حلب وحما، والجيش يضرب الإرهابيين في درعا ودير الزور وريف القنيطرة. حقائق تفند مزاعم الإرهابيين وارتباطهم بالتكفيريين. ساعتنا الإخبارية بدأت، أهلا بكم. بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد علي عبد الله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة ميدانية تفقد خلالها قواتنا العاملة في ريف حما الشمالي. بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد علي عبد الله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة ميدانية تفقد خلالها قواتنا العاملة في ريف حما الشمالي. واستمع العماد أيوب من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام والأعمال القتالية التي تنفذها وحدات قواتنا المسلحة في التصدي للاعتداءات التي تقوم بها جبهة النصرة الإرهابية والعصابات التابعة لها، واطلع على خطط العمليات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوحدات للدفاع عن المناطق المدنية الآمنة. كما التقى القادة الميدانيين والمقاتلين في مواقعهم وأشرف على جانب من العمليات القتالية التي تنفذها وحداتنا المقاتلة، واطمأن إلى مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف صنوف القوات. كما أكد العماد أيوب أن معركتنا ضد الإرهاب مستمرة بلا هوادة، وأننا اليوم أكثر عزما وتصميما على سحق التنظيمات الإرهابية التي ترتكب المجازر بحق المواطنين الأبرياء خدمة لأجندات رعاتهم ومشغليهم. وفي ختام جولته أثنى رئيس هيئة الأركان العامة على جهود القادة والمقاتلين في التصدي للتنظيمات الإرهابية وزودهم بتوجيهاته، منوها بأهمية المحافظة على الجاهزية القتالية العالية. بدورهم أكد المقاتلون جاهزيتهم واستعدادهم الدائم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في التصدي لأشكال الإرهاب كافة ودحره. عمليات مكثفة لوحدات الجيش العربي السوري على محاور عدة تلحق بالتنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة. محاور ريف حما ودرعا ودير الزور شهدت في الساعات الأخيرة عمليات للجيش أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير آليات ومستودعات لهم. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. عمليات عسكرية بإسناد جوي يخوضها الجيش العربي السوري يستهدف خلالها أرتال وتحركات تنظيم داعش والنصرة الإرهابيين في عقيربات، جنوب طيبة الإمام، جنوب حلفاية، جنوب اللطامنة، شمال سوران، تل عثمان، جنوب تل هواش، مورك، بريف حما. وفي إطار عملياتها المتواصلة ضد التنظيمات الإرهابية الجيش والقوات المسلحة دمر مستودع ذخيرة ويقضي على عدد من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في درعا. مصدر عسكري أكد بأن وحدات من الجيش دمرت مربض مدفعية شمال مزرعة البيطار ومربض راجمة صواريخ جنوب مدينة درعا ودشمة رشاش في حي طريق السد ومستودع ذخيرة غرب مبنى البريد في منطقة درعا البلد. المصدر لفت إلى أن العمليات أدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين في حي الكرك وإيقاعهم قتلى على طريق طفص شمال مدينة درعا.
وفي ريف دمشق الشرقي، وحدة من الجيش نفذت عملية نوعية على تجمع لتنظيم داعش الإرهابي بريف دمشق الجنوبي الشرقي. سلاح المدفعية نفذ ضربات مكثفة على أحد التجمعات الإرهابية في منطقة بئر القصب، أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي. وحدات من الجيش العربي السوري تدمر عربتين مدرعتين لتنظيم داعش الإرهابي في محيط مدينة دير الزور. مهما حاول الإرهابيون تجميل صورتهم في أعين العالم، إلا أن الصورة واضحة وجلية تعبر عنهم، ولا زالت ألسنتهم وأقلامهم تحاول أن تجمل هذه الصورة. نتابع هذا التقرير وفيه التفاصيل. 90% من المقاتلين المشاركين في هذه المعارك هي من فصائل الجيش الحر. سنصعد عملياتنا في قادم الأيام المعروفة بشكل جيد من قبل المجتمع الدولي، وما عملية حمص ودمشق عنهم ببعيد. في أروقة مبنى الأمم المتحدة في جنيف يحاول إرهابيو الرياض تبييض صفحتهم، يلفقون الأكاذيب ويبثونها في تصريحاتهم الصحفية، ينفون ارتباطهم بتنظيمات تكفيرية، وإذ بهم منغمسون باعتداءات إرهابية على الشعب السوري. واليوم نغزوهم ولا يغزوننا بإذن الله عز وجل. الله أكبر. الهجوم الذي شنته التنظيمات الإرهابية على دمشق منذ أيام انطلاقا من منطقة جوبر كان استهدافا واضحا للمدنيين في الأحياء السكنية. يقولون أن 90% من هاجموا دمشق هم من ما يسمى الجيش الحر. هم من ما يسمى الجيش الحر. غير الجهاد سبيلا. هذا الإقرار بخرق وقف الأعمال القتالية من جهة، والارتباط بجبهة النصرة الإرهابية التي قادت الهجوم من جهة أخرى يوضح الصورة. بما أن إرهابيي جبهة النصرة أعلنوا صراحة قيادتهم للاعتداءات على دمشق وحماة، وبما أن إرهابيي ما يسمى الجيش الحر يعلنون أنهم شاركوا بتلك الاعتداءات بنسبة 90%، إذن هم يعملون تحت راية النصرة الإرهابية. مقاطع الفيديو تثبت قيادة الهجوم من قبل جبهة النصرة ومن قبل ما يسمى فيلق الرحمن المرتبط بالتنظيم الإرهابي. لو فرضنا جدلا أنهم منفصلون عن جبهة النصرة الإرهابية، وهذا غير صحيح، لكن ما فعلوه في دمشق وحماة يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف الأعمال القتالية، وهو ما يؤكد رفضهم لأي حل سياسي من المفروض أنهم موجودون في جنيف من أجله. طلع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال جولة مفاجئة على واقع العمل في المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق، واستمع من المواطنين إلى الصعوبات والشكاوى ومعوقات العمل. التفاصيل في هذا التقرير. لا تخاف، يحكي لي شو صار معك. ما صار شيء، بس مقدمة طلب طلعت مخربطة بالعرض. ليش طلعتوا لبرا؟ انتوا كنتوا جوا مكتب وهو او تواجد جوا، ليش هون انتوا برا؟ ترضى انت هيك تكون وثائق وثائق بين بهالآلية هي وبهالمصنف هذا بالشكل هذا؟ هذا شيء مرضي عنه هي؟ هي آلية تليق بمؤسسة هيك؟ المدير العام المصالح العقارية فيها مشاكل بدها حل. في المديرية العامة للمصالح العقارية بدأ المهندس عماد خميس جولته الاطلاعية المفاجئة لواقع العمل، وفي مكاتب المراجعة والتوثيق والتدقيق والقيود العقارية توقف عند سير آلية العمل في هذه المكاتب ومقترحات تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين في هذا المجال. راضين هون انتوا عن هالفوضى هي للمواطنين والمراجعين بالآلية هي؟ رضيانين استاذ عبد عن آلية هالفوضى والتداخل بالمكاتب هي؟ هو الحقيقة سيدي حجم المراجعات عالي كثير عنا، وضيق المكان خاصة خلال هالفترة. احنا صار عنا من الدوائر العقارية
جبنا سجلات، صار في عندنا خدمات أكثر ما يحملها المبنى. هذا التوثيق الورقي، ما في له توثيق إلكتروني؟ هذا نعم. دائما عندنا عملية التصوير بشكل، هلا حنشوف قاعة الأتمتة اللي جوا سيدي، ايه؟ حنشوف كيف تتصور الصحيفة وتدخل أيضا إلكترونيا. أنا بدي أقول بعد شهرين وين بدها تصير المصالح العقارية، وأكثر من شهرين ما مسموح، ما مقبول. يعني اليوم استاذ عبد لا يمكن ننتظر اكثر منكم. نحن حجم الشكاوي على المصالح العقاريه ان كان لجهه السماسرة، معقبين المعاملات، الوسطاء، الثغرات، الاخطاء المقصوده والاخطاء غير المقصوده، هذا كله ملف كامل بده ينبتر بشكل كامل. خلال الجولة استمع المهندس عماد خميس إلى الصعوبات التي يعانيها المواطن في الحصول على الخدمة العقارية والشكاوي ومعوقات العمل في جميع المفاصل، وكذلك البحث عن أفضل السبل لتنظيم مهنة معقبي المعاملات العقاريين. شو المشاكل اللي هون؟ أنت طالما تاجر عقارات تردد على المصالح العقارية لهون. مشاكل ما في عندي مشاكل. ما في مشاكل. بدهم رأي. لا 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 ما في. ولا مشكلة أبدا. ما عندي. قنعان أنت بكلامك يعني تفيد. الأتمتة فقط. تأخير الزمني بدي خلال أسبوع تعطيني قديش حجم الأخطاء اللي صارت بعام 2017 والربع الأول من 2017. نحن عندنا بدي إياها الأخطاء العفوية، في الأخطاء المقصودة، وفي الدعاوي اللي تدخلت بهالمجال هذا، وأعرف أنا قائمة كلها كاملة لحجم الأخطاء هاي، ولنشوف مدى دور الأتمتة شو بدها تسوي بهالاتجاهات. تخلل الجولة اجتماع مع المديرين المعنيين، أكد من خلاله رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على ضرورة تغيير آليات العمل المتبعة ووضع رؤية جديدة تتضمن تبسيط الإجراءات والتخفيف من البيروقراطية، مجملا خطة المديرية للمرحلة القادمة من خلال وضع صيغة تطويرية وفق برنامج زمني وترجمة الخطة الموضوعة عبر جهود مضاعفة تبذل من جميع العاملين في هذه المؤسسة ومحاربة الخلل الإداري والمالي. نحن بدنا نبتدي بكل مكونات هذه المديرية، الطاقم البشري، البنى التحتية، الآلية التشغيلية الانسيابية، ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. هذه بدنا لها مؤسسة، هاي العناوين بدها ترجمة، بدها جهود منكم، وبدها اجتماع هون على الطاولة هاي، اجتماع عمل جماعي ونحط خطة لكل هالعناوين هاي. وبدوره بيّن المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أن هناك مجموعة من التشريعات تم العمل عليها، وخاصة التشريع العقاري الموحد الذي سيصدر قريبا. أعطونا مستمرة وفيها بعد قليل. الجيش العراقي يحرر سد بداوش ويرفع العلم العراقي فوقه. نلتقي بعد الفاصل. مشاهدينا نحن الآن متواجدون في كراج العباسيين الملاصق لبلدة جوبر. ولن يستطيع الدخول إلى دمشق إلا على أجسادنا، ونحن صامدون وإرادة الحياة متوفرة لدينا والعقيدة القتالية متوفرة، ولذلك لن يستطيع الدخول إلى دمشق.
واشنطن ترتكب الجرائم بحق المدنيين في سوريا والعراق وتدعي أنه عن طريق الخطأ. الجيش العراقي يحرر سد دوابش ويرفع العلم العراقي فوقه. مئات الآلاف من اليمنيين يحتشدون في الساحات بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للعدوان السعودي على اليمن. من جديد أهلا بكم. برعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء انطلقت فعاليات معرض سيريا موضة المتخصص بالنسيج والألبسة بفندق دمروز بدمشق بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقطاع الصناعي والاقتصادي وبحضور أكثر من 700 رجل أعمال عربي وبمشاركة 200 شركة سورية. التفاصيل في هذا التقرير. تحت رعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء انطلقت فعالية معرض سيريا مود المتخصص بالنسيج والألبسة بفندق دمروز بدمشق بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقطاع الصناعي والاقتصادي وبحضور أكثر من 700 رجل أعمال عربي وبمشاركة 200 شركة سورية. التظاهرة التي يشارك بها أكثر من 200 عارض وأكثر من 700 زائر من الدول العربية ومن دمشق من هنا ومن باقي المحافظات. هذه أيضا هي عبارة وتعبر بالأحرى تعبر عن صمود الشعب السوري. كثير مهم أن نفعل الصناعة، وحتى نفعل الصناعة لازم يكون فيه لأسواق وخاصة للتصدير، ومثل ما شفنا تنوع المنتجات الموجودة بهذا المعرض تؤشر على أن هناك حركة صناعية نشطة عند الصناعيين. الحقيقة هذه المعارض أولا تثبت قوة الدولة السورية وقوة الشعب السوري وقوة الصناعي السوري والتاجر السوري. هو دليل على أنه المنظمات والاتحادات، اتحادات غرف التجارة والصناعة واتحاد المصدرين، هن إيد وحدة مع الحكومة ومع القضية الوطنية الداخلية بدعم مقومات الصمود وبإعادة الأعمار. القائمون على المعرض أكدوا على قدرة القطاع الصناعي وخاصة القطاع النسيجي على تجاوز تبعات الأزمة والعودة لألقه السابق. هذا المعرض يشارك به المنتجين السوريين في كافة المحافظات الذين ما زالوا مستمرين في عملهم وإنتاجهم رغم كل الظروف والضغوط التي تعرضوا لها. 600 رجل أعمال يوم من 12 دولة من إيران و11 دولة عربية، هذا الشيء الحقيقة وحده بيغير القاعدة اللي نحن مشينا فيها 6 سنوات أنه معنا زوار معنا رجال أعمال. اليوم كسرنا الجمود، نحسن نقول كسرنا الوهم. هذا الشيء اللي حنشوف هلأ بحول الله في صار قدوم كل أسبوع لرجال أعمال. الصناعة السورية ستبقى متألقة رغم كل الدعايات المغرضة وما يحصل، رغم كل هذا لم يلغي أحد زيارته، أتوا جميعا ليعرفوا أن الأزياء السورية والصناعة السورية ستبقى متألقة دائما. نحن ساهمنا بنقل حوالي 400 أو 450 راكب حقيقة من التجار والصناعيين العرب من العراق من الكويت ومن السودان طبعا، وبنتمنى أنه هالخطوة اللي نحن قمنا فيها تكون يعني هي مساهمة متواضعة لإنجاح هذا المؤتمر. شهد المعرض إقبالا واسعا من الزوار المحليين والعرب والأجانب الذين أكدوا على جودة صناعة النسيج السورية. جينا فرحين لنكسر هذا الحصار الاقتصادي على الشعب السوري، وبالبداية نشكر حسن الضيافة والاستقبال من الإخوان حكومة وشعبا السوريين اللي قاموا إن بضيافة كبيرة، وهذا ديدن السوريين في السابق والحالي. دعوتي لكل رجال الأعمال والتجار العرب بأنه يعودوا يتعاملوا مع سوريا ويتبادلوا مع أخوانهم رجال الأعمال في سوريا والمصنعين في سوريا، وده أقل واجب نحن في السودان كرجال أعمال سودانيين نقدمه لإخواننا المنتجين في سوريا أنه يعني نحضر. وأفتكر ده نجاح كبير وإنجاز كبير. الصناعة حلوة وراقية كتير، لاحظنا بهذا المعرض يعني في فرق بالصناعة وتطورها وموديلات حلوة كتير،
وأسعار مناسبة. يذكر أن معرض سيريامود يقام في صالات ضمن فنادق الشام والدمروز، وقد تم توفير وسائل النقل مجانا للزوار من خارج سوريا. واشنطن ترتكب الجرائم بحق المدنيين في كل من سوريا والعراق، وتدعي أن ذلك يتم عن طريق الخطأ. في العلن أخطاء وتحقيق للأهداف في الخفاء، سياسة تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية عبر ارتكاب تحالفها المزعوم لمكافحة الإرهاب مجازر بحق المدنيين والعسكريين في سوريا وفي العراق. سياسة بدت جلية بورود أنباء عن قصف جوي للجيش الأمريكي في حي الموصل الجديدة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، راح ضحيته أكثر من 263 مدنياً بين قتيل وجريح، ليأتي الرد الأمريكي السريع على أنه خطأ. حادثة أعادت إلى الأذهان الجرائم الأمريكية المرتكبة في سوريا، فمرة تستهدف أحد المواقع العسكرية السورية في محيط مطار دير الزور، تسفر عن وقوع خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد، وتمهد وبشكل واضح لهجوم إرهابي داعش على الموقع والسيطرة عليه، ومرة أخرى تلقي أسلحة لمسلحي التنظيم تدعي أنها سقطت سهوا في مناطق ينتشر فيها عناصر التنظيم الإرهابي. أخطاء تأتي دائما في مصلحة التنظيمات الإرهابية، تسعى الولايات المتحدة لتنفيذ أجنداتها الخفية عبرها، خاصة في ضوء امتلاكها أحدث تكنولوجيا المراقبة والتجسس الفضائية عالمياً، ما ينفي حدوث هكذا أخطاء إلا في حالة التعمد. إنجازات جديدة ومتواصلة يحققها الجيش العراقي ضد تنظيم داعش الإرهابي، والقوات العراقية تستهدف عناصر إرهابية وتكبدها خسائر فادحة. يستمر الجيش العراقي بمحاربته إرهابي داعش، ويواصل خط النصر على الأرض العراقية، حيث حرر الجيش سد بادوش في الساحل الأيمن لمدينة الموصل ورفع علم البلاد عليه. مصدر عسكري صرح أن الفرقة التاسعة حررت سد سنحريب ورفعت العلم العراقي عليه بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأرواح والمعدات. المصدر ذكر أيضا أن القوات العراقية تمكنت من تحرير معمل إسمنت بادوش وحي العروبة والمنطقة الصناعية في الساحل الأيمن للموصل. وعلى الخط نفسه، سلاح الجو العراقي استهدف أحد معسكرات التنظيم الإرهابي في الجانب الأيمن من الموصل، وقتل 14 عنصرا من التنظيم التكفيري، بينهم قيادي يدعى أبو ثابت الأنصاري. مصدر أمني أفاد أن قوة من الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع استخبارات عمليات شرق الأنبار ألقت القبض على الإرهابي المسمى بقناص الكرمة في كمين محكم بمحافظة الأنبار. لا هوادة مع الإرهاب، هذا ما يكتبه الجيش العراقي في معاركه ضد الإرهاب، فالنصر هو الخيار الوحيد للقوات العراقية. في الجزائر على إرهابيين اثنين في ولاية قسطنطية الواقعة شمال شرق البلاد. وزارة الدفاع الجزائرية قالت إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات وعلى أثر كمين محكم، نفذ في منطقة جبل الوحش بولاية قسنطينة قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابيين اثنين خطيرين ارتكب أحدهما العديد من الأعمال الإجرامية في تلك المنطقة. اليمنيون يحتشدون بمئات الآلاف من في الساحات بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للعدوان السعودي على اليمن في ظل صمت دولي مطبق. عبد الله اليوسفي. عامان من الصمود في وجه العدوان السعودي الأمريكي هو شعار هذا التجمع الكبير في ساحة العروض بميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء. يؤكد المشاركون في هذا المهرجان أنهم قد انتصروا في العامين الأولين بثباتهم وتضحية رجال الجيش في جبهات القتال المختلفة. بكل الأحوال، فالانتصار الذي حققه الشعب اليمني هو العنوان الأبرز، بما أن العدوان لم يحقق أهدافه المعلنة. عامين من الصمود، عامين من التضحية، عامين من الشموخ،
ليعلم العالم وأجمع أننا لن نهن ولن نضعف وسنقاوم مدى الزمان. ونشكر كل الدول التي رافقت اليمن وساندت اليمن، ومنها الشعب السوري الحر البطل الذي وقف شامخا ودافع عن بلاده حتى ما يقارب 6 سنوات. رجالا ونساء وأطفال جاءوا إلى هذه الساحة الكبيرة لإيصال رسالة واضحة أن العام الثالث للعدوان لن يكون كالعامين الماضيين، حيث سيحمل مفاجآت جديدة ستجعل العدو يندم كثيرا على محاولة احتلال وغزو اليمن بهدف السيطرة على ثرواته ومواقعه الاستراتيجية. تطور التكنولوجيا في التسليح الحربي الذي ظهر في الفترة الأخيرة تدل على أن هناك عام حزين سوف يكون على العدوان وعلى حليف هذا. بدون شك أنه بوصولنا إلى عامين من العدوان والإرهاب والقصف والحصار يشهد العالم بأن مملكة الإرهاب السعودية وحلفائها سقطوا دينيا، سقطوا قانونيا، سقطوا أخلاقيا، سقطوا إنسانيا، سقطوا قيميا، وبدون شك سيسقطون عسكريا إن شاء الله. هو عام ثالث إذن يستقبل اليمنيين بمزيد من الدماء والخراب، لكن ومهما كانت الخسائر كبيرة إلا أنها لن تكون سببا في إعلان الهزيمة عند شعب يقدس الحرية والعيش الكريم كالشعب اليمني. ولسان الحال هنا: لا نموت إلا أعزاء ولا نحيا إلا بكرامة. وحيدا وقف هذا الشعب في مواجهة تحالف يضم أكثر من 20 دولة عربية وغربية. اليوم يعلن الانتصار بذكرى إعلان العدوان الذي بات يدرك الخسارة بفعل صمود وعناد هذا الشعب. عبدالله اليوسف، الإخبارية السورية، صنعاء. ساعتنا مستمرة وفيها بعد قليل. بريطانيا تعيش هاجس الإرهابيين العائدين إلى أراضيها. نلتقي بعد الفاصل. أردوغان يلجأ إلى استغلال الدين وتجيش مشاعر الحقد والكراهية ضد الأوروبيين. موسكو لا تعطي توضيحات لحلف الشمال الأطلسي حول نشر منظومات اسكندر الصاروخية في مقاطعة كلينغراد. بريطانيا تعيش هاجس الإرهابيين العائدين إلى أراضيها. أهلا بكم من جديد. في سابقة خطرة، أردوغان يلجأ إلى أبشع أنواع استغلال الدين وتجيش مشاعر الحقد والكراهية ضد الأوروبيين خدمة لمصالحه الشخصية في تمرير الدستور الجديد، وأوروبا ترد عليه
أنك تلعب بالنار. رئيس نظام أنقرة أردوغان يتهم الأوروبيين بتخريب الجوامع والمساجد وحرقها واصفا إياهم بالفاشيين، ويرفع من سقف خطته في استغلال الدين كورقة لكسب أصوات المتطرفين والقوميين الأتراك في الداخل والخارج قبيل استفتاء 16 من نيسان على الدستور الجديد. أردوغان كان صرح قبل أيام بتصريحات أشبه بالتهديد المباشر للأوروبيين، متوعدا إياهم بعدم القدرة على السير بأمان في شوارعهم في حال استمرار الأزمة بينهما، تصريحات وصفها القائمون على المؤسسات الإسلامية في هولندا بأنها غير عقلانية ولا تليق برئيس جمهورية وتضر بالأتراك والمسلمين عموما في القارة الأوروبية. الاتحاد الأوروبي وعلى لسان أحد مسؤوليه وصف أسلوب أردوغان وتصريحاته العدائية ضد الأوروبيين بأن تركيا تلعب بالنار، مؤكدا أن الاتحاد قرر الرد على تصريحات رئيس النظام التركي بطريقة أكثر تأثيرا عقب استفتاء 16 من نيسان المقبل، وأوضح أن بروكسل ترفض أن تكون العقوبات قائمة على النواحي الاقتصادية فقط، مشيرا إلى أن لدى منطقة اليورو العديد من الأدوات والأوراق التي يمكن تطبيقها ضد تركيا، فالاتحاد الأوروبي أقوى بكثير من تركيا، ولكن الأتراك من الممكن أن يقوموا بأعمال استفزازية تجاه أوروبا أثناء فترة الاستفتاء. قالت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تعتزم تقديم أي توضيحات لحلف الشمال الأطلسي حول نشر منظومات اسكندر الصاروخية في مقاطعة كلينغراد أثناء اجتماع مجلس روسيا الناتو القادم. وكالة نوفاستيا الروسية للأنباء نقلت عن أندري كلين مدير قسم التعاون الأوروبي في الخارجية الروسية قوله أن موسكو لن تقدم أي تقرير بهذا الشأن وأن الحديث لا يدور عن ذلك، مضيفا أن اجتماع مجلس روسيا مع الناتو المقبل سيركز على تبادل الآراء حول الموضوعات الحساسة التي تثير القلق لدى الطرفين. توجه الناخبون في بلغاريا إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد. وكالة AFP ذكرت أن حزبين رئيسيين هما المواطنون للتنمية الأوروبية لبلغاريا المحافظ والذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق بيكو بروسيف والحزب الاشتراكي المعارض PSP بزعامة كورينيلا نيوفا يتنافسان في هذا الانتخابات، حيث تشير الاستطلاعات إلى تعادل المعسكرين وحصول كل منهما على نحو 30% من نوايا التصويت. مصادر صحفية ألمانية تكشف أن أحد أفرع الأمن الجنائي الألماني كان حذر في آذار عام 2016 سلطات البلاد من خطر التونسي أنيس العامري منفذ الهجوم الإرهابي في برلين. رغم ورود معلومات وتحذيرات كان من شأنها أن تنقذ أرواح أبرياء، إلا أن السلطات الأمنية الألمانية لم تحرك ساكناً، ولا سيما بعد أن حذر أحد أفرع الأمن الجنائي الألمانية في آذار عام 2016 سلطات البلاد من خطر التونسي أنيس العامري منفذ الهجوم الإرهابي في برلين. البيان الذي وجهته الشرطة في ذلك الوقت قال إنه وفقاً للمعطيات المؤكدة المتوفرة حالياً فإن العامري يمثل تهديداً إرهابياً، حيث توصلت الشرطة الجنائية إلى هذه المعطيات من خلال مراقبة مراسلات العامري خلال شهر شباط العام الفائت. ورغم اقتراح الشرطة أنذاك طرد العامري من البلاد، غير أن وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين لم تلقي بالا لذلك الاقتراح بحجة عدم وجود أي أساس قانوني لهذا الإجراء. يذكر أن الإرهابي أنيس العامري قام مساء 19 من كانون الأول عام 2016 بالهجوم بواسطة شاحنة على سوق مزدحم وسط برلين قبيل أعياد الميلاد ورأس السنة ودهس عشرات الأشخاص، قتل منهم 12 شخصا وأصيب 48 آخرون، في حين تكتفي السلطات الألمانية بتشديداتها الأمنية وتحذيراتها المستمرة من دون نتائج ملموسة على الأرض.
صحيفة ديلي ميل البريطانية تقول أن الإرهابيين العائدين من سوريا والعراق والمقدر عددهم ب400 يتجولون في شوارع بريطانيا بحرية ويشكلون تهديدا وشيكا، محذرة من تعرض بريطانيا لعمل إرهابي أشد وطأ من سابقه. لطالما كان الإرهابيون العائدون إلى بلدانهم وبالا عليها ينشرون الإرهاب كيفما أملت عليهم أفكارهم، زارعين القتل والذعر والتفجيرات في الشوارع الآمنة. مخاوف متصاعدة خيمت على الشارع البريطاني خشية وصول خطر تنظيم داعش الإرهابي إلى لندن. مخاوف تتجدد كل يوم في وقت أكدت وسائل أعلامية أن ما لا يقل عن 400 إرهابي عائد من سوريا والعراق يتجولون في شوارع بريطانيا بحرية ويشكلون تهديدا وشيكا وسببا يعرض بريطانيا لعمل إرهابي أشد وطأة بكثير من الهجوم الذي وقع بالقرب من مبنى البرلمان الأسبوع الماضي. الهزائم المتتالية والمتسارعة التي مني بها تنظيم داعش الإرهابي في الآونة الأخيرة في سوريا والعراق بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية أثارت مخاوف بريطانيا ووضعتها أمام خطر محدق يتمثل بارتفاع أعداد الإرهابيين البريطانيين العائدين، ما دفع بالسلطات المحلية إجراءات مكافحة الإرهاب والتحقيق مع الإرهابيين المحتملين وفرض القيود على تحركاتهم وأنشطتهم المالية والاتصالات. الخبير في مكافحة الإرهاب البروفيسور أنتوني غلاس مدير مركز دراسات الأمنية والاستخباراتية في جامعة باكنغهام قال إن الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي أوضح حجم التهديد الذي يمكن أن يشكله رجل وحيد، فكيف هي الحال إذا كان التهديد من مئات الأشخاص؟ ما الذي ستفعله السلطات البريطانية آنذاك؟ ساعتنا انتهت، إلى العناوين. بتوجيه من الرئيس الأسد العماد أيوب رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد قوتنا العاملة في ريف حماس الشمالي. سلاح الجو يستهدف تحركات داعش والنصرة بريفي حلب وحماة، والجيش يضرب الإرهابيين في درعا ودير الزور وريف القنيطرة. حقائق تفند مزاعم الإرهابيين وارتباطهم بالتكفيريين. الجيش العراقي يحرر سد بداوش ويرفع العلم العراقي فوقه. مئات الآلاف من اليمنيين يحتشدون في الساحات بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للعدوان السعودي على اليمن. إلى اللقاء.